الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير. ايها الحفل الكريم، ايها المتابعين الاعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات ضمن هذه الفعاليات وضمن هذه الانطلاقات. إذن على بركة الله، مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، ينطلق شوطنا التاسع للإبكار الحيل من مسافة 8 كيلومترات. هي الرحلة المصاحبة لنا في هذا المساء. إذن على بركة الله، ينطلق هذا الشوط ليحمل هذه الأسماء وهذه الشعارات. الكل يبحث عن الفوز وعن الانتصار. أبدأ بداية مع جمرة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين، من ينطلق مع المركز الأول وصدارة الشوط. المركز الثاني وثاني التحديات، الوصول والقدوم في هذه اللحظات. من تتقدم يا سلام مع المركز الثاني؟ المركز الثاني شرف حمد بن راشد بن ناصر المرازيق، ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل سيرة لمحمد بن حمد بن عيسى الخميس المناعي، من ينطلق مع المركز الثالث. رابع الأسماء نوف 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 لأحمد بن محمد بن فهد الخاطر، ينطلق مع المركز الرابع ورابع التحديات. يا سلام، المركز الخامس تكريم، تصل في هذه اللحظات علي بن حمد بن علي بن حمد العطية، ينطلق مع المركز الخامس. يا سلام، ندائنا الأول أتممناه على حضراتكم الخمسة نجوم الفايف ستار، من تنطلق مع المراكز الخمس المتقدمة. يا سلام، وعودة مع المركز الأول إلى شعار الخيارين. جمرة 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 جمرة، من تنطلق بهذا الانطلاق المميز والجميل بشعار الخيارين، بشعار منصور محمد او منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، ينطلق مع هذه الانطلاقه المميزه والجميله. ولكن الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل شرف. شرف تصل في هذه اللحظات بشعار حمد بن راشد بن ناصر المرازيق، ينطلق في هذه اللحظات. شعار من يصل في هذه اللحظات؟ شعار باللخن يصل في هذه اللحظات وينطلق بهذا الانطلاق مع المستوى الثاني. المركز الثالث وثالث الأسماء وثالث الشعارات، القدوم والوصول من قبل سيرة 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 محمد بن حمد بن عيسى المناعي، المناعي مع المركز الثالث. المركز الرابع شقرة 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 مع رابع الأسماء محمد بن ثاني بن عبد الله. يا سلام، ينطلق مع المركز الرابع ورابع التحديات. زعفرانة تصل في هذه اللحظات مع خامس المراكز، ويصل شعار خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، ينطلق في هذه اللحظات
الكرات، ولكن جمرة مع المركز الأول ومع صدارة الشوط بشعار منصور بن محمد بن منصور الخيارين، ينطلق بهذه اللحظات منطلقا بهذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن شرف مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات. يا سلام وشقرة من الجانب الآخر مع ثالث الأسماء ومع ثالث الشعارات. رابعا تصل سيرة بشعار المناعي، والمركز الخامس وصلت في هذه اللحظات زعفرانة. الله الله زعفرانة بشعار العطية، بشعار خليفة بن عبد الله العطية. يا سلام ولكن لنا عودة مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. الله يا جمرة منطلقة بهذا الانطلاق المميز والجميل على المركز الأول بشعارك الخيارين، بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، ينطلق مع المركز الأول باحثا على الفوز، واحدا على الانتصار. الله 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 شقرة 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 مع المركز الثاني، تصل وتتقدم بشعار محمد بن ثاني بن عبد الله، يصل ويتقدم في هذه اللحظات. يا سلام الله يا شقرة من الوصول والقدوم. شقرة تصل في هذه اللحظات بشعار محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيلة الهاملي، ولكن اللي وصلت في هذه اللحظات شرف حمد بن راشد بن ناصر، يصر في هذه اللحظات. الله والوصول من زعفرانة خليفة بن عبد الله العطية. يا سلام الله يا هذه الثلاثية المميزة والكبيرة والعملاقة بقيادة جمرة جمرة الخيارين مع المركز الأول مع صدارة الشوط. ولكن زعفرانة لخليفة بن عبد الله العطية، ووصل شعار حمد بن راشد بن ناصر بن لخن مع المركز الثالث، المركز الرابع ورابع الأسماء القادمة والواصلة، سيرة لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي، والمركز الخامس القادمة والواصلة. يا سلام الله الله الوصول والقدوم من العنود زايد بن سعيد الخيارين الهادر، يصل ولكن بعود مع جمرة مع المركز الأول، لا زالت متعلقة بعرش الصدارة، متعلقة بالمركز الأول. يا سلام يا جمرة مع المركز الأول، ولكن زعفرانة ترفع راية التهديد مع المركز الثاني بشعار خليفة بن عبد الله العطية. يا سلام ولكن شرف قادمة مع المركز الثالث. الله 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 يا سلام والوصول في هذه اللحظات من قبل العنود لزايد بن سعيد الخيارين الهاجري، ولكن وصلت أيضا شقرة
محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيلة الهاملي، ولكن بعود مع جمرة بهذا الانطلاق المميز والجميل. جمرة مع المركز الأول، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الأول، ولكن اللي انطلقت مع المركز الأول زعفرانة خليفة بن عبد الله العطية، يا سلام. المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل العنود زايد بن سعيد الخيارين الهاجري واصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث، ولكن جمرة وزعفرانة والعنود منطلقات مع الكيلو الأخير، الرمق الأخير يا مالك زعفرانة مع المركز الأول انطلقت إلى الفوز والانتصار. الله يا زعفرانة مع المركز الأول بشعار مالك زعفرانة خليفة بن عبد الله الخيار العطية ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلقت وترسل السلام إلى أهل السيج. يا سلام هذه هي زعفرانة تنطلق صاحبة الشلفة ينطلق مع زعفرانة ما شاء الله تبارك الرحمن، من انطلقت إلى بر الأمان إلى الفوز والانتصار ما شاء الله تبارك الرحمن على العرض المميز والجميل. مشكور يا أبو عبد الله، مشكور على هذا الأداء المميز والجميل، يا سلام. تهنية من أبو شارب على هذا الفوز. المخرج محمد بن خزينة يهنيك على الفوز وعلى الانتصار، تهانينا والناموس على هذا الفوز، لحظة وصولها مع الفوز والانتصار. المركز الثاني العنود لزايد بن سعيد الخيارين الهاجري، المركز الثالث جمرة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، المركز الرابع سيرة لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي، والمركز الخامس نتركه إلى لجنة الخط والتحكيم. إذا تهانينا والناموس لمالك زعفرانة من قدمت لنا هذا العرض المميز والجميل بشعار خليفة بن عبد الله العطية، ولحظة وصولها قاطعت مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 40 ثانية 92 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني من حلت على ثاني المراكز وثاني التحديات العنود زايد بن سعيد الخيارين الهاجري، لحظة وصولها قاطعت مسافة 8 كيلومترات بزمن وقدرة 12 دقيقة 46 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت جمرة لمنصور بن محمد بن منصور أسيف الخيارين، ودت عرض تشكر عليه بشعارك الخيارين، ولحظة وصولها معنى الفوز والانتصار بالمركز الثالث 12 دقيقة 47 ثانية و36 جزءا من الثانية. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظ نفر لمن لا يحالف الحظ. وشوطنا العاشر.